دي سينما في المالديف، زي ما انت شايف كده السينما اوبن اير، البنت قاعده بتتفرج على فيلم زهانج اوفر قدامها الرمله والميه والسينما وفي المالديف. المشكله ان انا كل ما اجي اتخيل نفسي ان انا في يوم من الايام ممكن اتحط في ربع المكان ده، السينما بتاعتنا اللي هي في وسط البلد بتفوقني غصب عني. خمس ازايد، خمس ازايد، معاك 70 جنيه، الباقي الباقي يا راجل، الباقي